كانت المحققة الخاصة ديبرا تقوم بالتسوق في المركز التجاري، وفجأة سمعت أصوات شجار. ذهبت المرأة إلى هناك ورأت البائع متوترا وحوله حشد من الناس. وجد الرجل المسكين هاتفا ذكيا وأعلن عنه، والآن ادعى أكثر من شخص أن الهاتف ملكيتهم. قال أحد الرجال أن الهاتف قد سقط من حقيبته، وقالت الفتاة أن الهاتف لها، وصرخت امرأة مسنة قائلة أن الهاتف لزوجها. حينها رن الهاتف، فقام البائع بإعطائه إلى ديبرا. نظرت المرأة إلى الشاشة وأعطته للرجل فورا. كيف تعرفت إلى صاحب الهاتف؟ ظهرت على شاشة الهاتف كلمة زوجتي، ورأتها ديبرا. كان لدى إيميلي كوبان مليئان بالماء. تم تسخين الماء في الكوب الأول لدرجة 38 مئوية، وتبريد الماء في الثاني إلى سالب 78 مئوية. قامت الفتاة بإسقاط قطعتين نقديتين في الكوبين في ذات الوقت. أي قطعة نقود ستصل إلى القاع أسرع؟ القطع النقدية في الكوب الساخن. لن تغرق القطعة النقدية في الكوب الآخر أبداً نظراً لتجمد الماء هناك. كان جايكوب وشقيقه جاك يسيران في الشارع عندما مرّا بالقرب من محل بقالة، فأشار جايكوب إلى فتاة شابة وصرخ قائلاً: انظر، ابنة أخي هناك. فأجاب شقيقه: أوه صحيح، لكنها ليست ابنة أخي. كيف ذلك؟ الفتاة هي ابنة جاك. كان لدى أشلي حبيب اسمه مارك، وكان يحبها بجنون، لكن لم تكن أشلي تبادله المشاعر للأسف، لذلك قررت تركه. عرفت أشلي أن مارك لن يسمح لها بالرحيل بسهولة، ولهذا قررت الهرب. مارك رجل ثري جدا، وبإمكانه العثور عليها في أي مكان تقريبا، لذا يجب عليها الحذر. بعد أسبوع، وبينما كانت أشلي جالسة في غرفتها الفندقية، سمعت أحدهم يطرق الباب. فتحت الباب فوجدت رجلا لم تره من قبل. اعتذر الغريب وقال: عذرا، أنا آسف، ظننتها غرفتي. ثم غادر وابتعد في الممر واختفى في المصعد. أسرعت أشلي إلى غرفتها وبدأت بحزم أغراضها. لقد أدركت فورا أن مارك قد وجدها. كيف عرفت ذلك؟ لا أحد يطرق باب غرفته في الفندق. الرجل يعمل لصالح مارك ويبحث عنها. انتقل ديفيد وزوجته جيسيكا للعيش في مدينة أخرى. لم تكن المدينة كبيرة، وكان قدوم الناس الجدد للعيش هنا مشكلة لسكان البلدة. في اليوم التالي جاء الجيران الفضوليين للترحيب بالزوجين. قدمت كارين نفسها وقالت بأنها متأكدة بأنهم سيصبحون من أعز الأصدقاء، حتى أنها أعدت الكب كيك لديفيد وجيسيكا. أخبرت السيدة مارتا الوافدين الجدد أنها تعيش في المدينة منذ قرابة 80 عام. أما بيتي فكانت متحمسة جدا. جاء رجل ليعيش في بلدتنا الصغيرة، ووسيم أيضا، يا له من خبر رائع. يبدو أن لديهما جارتان غريبتا الأطوار قليلا، وواحدة فقط تبدو طبيعية. من تكون؟ قامت كارين بتزيين الكب كيك بشيء غريب يشبه العيون، وبيتي متحمسة للغاية بشأن ديفيد. أما بالنسبة للسيدة مارثا، فمن المؤكد أنها تعرف الكثير من الأشياء عن المدينة وسكانها، ويمكن أن تكون مصدرا مفيدا لمعرفة بعض المعلومات، كما وأعدت لهما بعض الحساء. طلبت زوجة براندون منه أن يسلق عدة بيضات، لكن كان على الرجل غليها لمدة دقيقتين بالضبط. تركت الزوجة 3 ساعات رملية لبراندون، 3 و4 و5 دقائق. كيف يمكن للرجل أن يحتسب الدقيقتين بالضبط؟ انتظر براندون حتى بدأ الماء يغلي، ثم قلب ساعتي الرمل اللتين تساويان 3 و5 دقائق. عندما نفدت 3 دقائق أسقط البيض في الماء، وعندما انتهت 5 دقائق كان قد حصل على بيض مسلوق لدقيقتين. كانت هذه المرة الأولى التي يبحر فيها إيريك على متن يخته الجديد، لكن يبدو أن الرجل لم يكن محظوظا في ذلك اليوم، فقد أغرقت عاصفة قوية اليخت، وبالكاد استطاع إيريك الوصول إلى السطح. فقد وعيه وانتهى به الأمر على أحد الشواطئ. في الصباح أدرك الرجل أنه عالق في جزيرة صغيرة مهجورة
بلا مذياع أو هاتف محمول أو أي وسيلة اتصال أخرى. ولم يكن على الجزيرة أشجار لإرسال إشارة من الدخان. في اليوم الثالث من وجوده على الجزيرة لاحظ إيريك طائرة صغيرة تحلق في السماء فوق الجزيرة. هل كانوا يبحثون عنه؟ لكن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع عال، ولم يكن بوسع الطيار رؤية الرجل، إلا أن الرجل فعل شيئا ما، وسرعان ما حطت الطائرة لإنقاذه. ماذا فعل ليلفت انتباه الطيار؟ جمع إيريك بعض الحجارة واستخدمها لكتابة إشارة طلب النجدة SOS على الرمال. تعيش هيلين في سنغافورة مع زوجها دينيس، وذات مرة أخبرت زوجها أنها تريد زيارة عمتها التي تعيش في إيطاليا. لم يكن لدى دينيس أي مانع، لكنه طلب من زوجته أن ترسل له صورة بمجرد وصولها إلى أوروبا. عندما هبطت هيلين في روما، أرسلت لزوجها صورة سيلفي وكتبت تحت الصورة تشاو من إيطاليا، وصلت للتو. بعد النظر إلى الصورة أدرك دينيس أن زوجته كذبت عليه. كيف عرف؟ كانت الساعة في الصورة تشير إلى نفس الوقت الذي تشير إليه ساعة المطبخ الموجودة في سنغافورة. لو كانت هيلين في روما فعلا لظهر اختلاف كبير في الوقت. ذات يوم قرر كريستوفر أنه بحاجة لتطوير مهارات التفكير المنطقي لديه. وجد الرجل مدربا وبدأ بزيارته للحصول على دروس خصوصية. كان لهذا المدرس عادة مثيرة. بعد الاقتراب من نهاية كل درس كان يطرح على كريستوفر عدة ألغاز، ولم يسمح للرجل بالعودة إلى المنزل حتى يحلها. وهذه الجمعة كان اللغز الأول كالآتي: كيف يمكنك تحويل الرقم 6 بالإنجليزية 6 إلى رقم فردي بخدعة بسيطة؟ أزال الحرف S ليحصل على IX، وهو ما يمثل الرقم 9 في الأرقام الرومانية. لكن الرجل كان يعلم أنها مجرد البداية. كان اللغز التالي أكثر صعوبة، شيء رقيق ولكنه عند رشه بالماء لا يتسرب إليه، وعند ضربه يتغير لونه كما أنه يغطي شيئا فائق التعقيد. ورغم ذلك من السهل جدا ثنيه. ما هو؟ في البداية لم يكن لدى كريستوفر أدنى فكرة عن الحل. هو كان عليه البقاء للتفكير بحل اللغز حتى منتصف الليل، ولحسن الحظ خطر بباله الحل فجأة. إنه الجلد. أعجب مدرس كريستوفر بالتقدم الذي يحرزه، ثم قال: حسناً، إليك اللغز آخر، ويمكنك العودة إلى المنزل بعده. يدعي ثلاثة من الأطباء أن رايان هو شقيقهم، لكن رايان ادعى أنه لا يملك إخوة. من الكاذب؟ اكتشف كريستوفر فورا أن الجميع يقولون الحقيقة. الأطباء ليسوا رجالا بل أخوات لرايان، وأخيرا يمكنه العودة إلى المنزل. في صباح اليوم التالي من تساقط كثيف للثلوج، خرج جاستن ووقف أمام منزله، فلاحظ أن هناك ضعف كمية الثلج فوق مرآب منزله مقارنة بمرآب جاره. ولكن هذا لم يفاجئ جاستن أو يزعجه. لماذا؟ مرآب جاستن أكبر من مرآب جاره قدر الضعف، لذلك لا عجب أن يكون فوقه ضعف الكمية من الثلج. ذهبت إيمي في إجازة إلى شاطئ البحر والتقت هناك بثلاثة شبان. كانوا جميعا أصدقاء، لكن ذلك لم يمنعهم من محاولة إثارة إعجاب الفتاة. في المساء تقابلوا جميعا في مطعم لتناول العشاء، وبدأ الشبان باستعراض مغامراتهم لإيمي. تفاخر سام قائلا: أنا طيار وقد سافرت إلى جميع أنحاء العالم. وقال لاري: شاركت ذات مرة في رحلة استكشافية إلى القطب الشمالي، كان مذهلا ورأيت هناك طيور البطريق والدببة القطبية. وأتبعه جيري قائلا: وأنا رائد فضاء، في آخر مرة تجولت في الفضاء لرؤية كوكبنا من الأعلى، لكني كدت أطير من الرياح العاتية. من الذي كذب ليترك انطباعا أفضل؟ كل من لاري وجيري يكذبان. تعيش طيور البطريق قرب القطب الجنوبي ولا توجد رياح في الفضاء الخارجي، فهو فراغ تام.
أندرو وجاري توأمان بفرق دقيقة واحدة فقط بين ولادتهما. أندرو هو الأكبر، ولكن لسبب غامض يحتفلان كل عدة سنوات بعيد ميلادهما بفارق يومين. كيف ذلك ممكن؟ ولد أندرو عند الساعة 11:59 مساء في 28 فبراير، ولم تكن سنة كبيسة، لذلك ولد جاري بعد دقيقة واحدة فقط في 1 مارس. ولهذا خلال السنوات الكبيسة يفصل يومان بين عيدي ميلادهما. اختفى عالم شهير، وكان أصدقاؤه قد رأوه آخر مرة في مختبره. عندما وصلت الشرطة وجدوا تقويما ملقا على طاولته، وكانت هناك عدة أرقام مكتوبة بقلم رصاص: 4 7 12 11. كان لدى ضباط الشرطة 5 مشتبه بهم: ديفيد وسارة وآيدن وبيتي وكيفن. من يقف وراء اختفاء العالم؟ إنه آيدن. تشير الأرقام للأشهر، يوضح أول حرف من كل شهر حروف اسم المجرم. إذن شهر 4 هو أبريل، والحرف الأول فيه هو ألف، وشهر 7 هو يوليو، وأول حرف فيه هو ياء، وهكذا. يا له من ذكي.